Alors, هنا اللي كاين جديد هما هاد لي دو كريم اللي هما فيهم جوج ديال الحوايج مهمين رئيسيين. انا تنحاول نعطيكم غير المكون الرئيسي باش تعقلوا. هنا نقطة رأي هنا غنرجعوا من بعد نهضروا على لا بولب، هادو هضرنا عليهم. اللي كاين هنا اللي مهم واللي كاين هنا مفيد هو لو سوفر، يعني الكبريت ولا فيتامين. هادو هما جوج نقط رئيسية ومهمة بالنسبة للنفس. هنا عندي فيتامين E. بالنسبه للناس ديال الربيع كاين اغلبيه ديال الناس يعانوا من المشكل ديال الحساسيات، المشكل ديال الالرجي. دونك تنصحوهم بلو كور دالوي فيرا. سي ان برودوي اكسترا اوردينير لان الي بومباردي لي زونتي اوكسي، عامر مضادات الاكسده. هادشي حتى بالنسبه للناس اللي ما تيشربوش الماء بزاف يخلطوا معاه ويبداو يشربوا، سي اكسترا اوردينير بالنسبه للكور. غادي نعاود نرجع نهضر عليه بالتفاصيل من بعد. تتبقى توجور لا جولي رويال ou le Bipropolis, les ont deux produits pour la période du printemps. Ces deux excellents produits, les ont mis en fonctionnalité. Alors, la digestion. Là, il y a une autre qui est le produit des probiotiques. Les produits qui vont attirer un départ, je ne sais pas, je vais les produits des fois. On va les commettre. Donc, il y a le produit de Thomas Zata, qui est avec les hommes de RARS. Alors, le DEOB n'est pas l'actif probiotique. Achetez-vous de l'actif probiotique. Les probiotiques, il y a une bactérie. Tu vois, elle est une bactérie. Et je vais vous faire une chose. L'AMA dit non, tu as tout ça. تتوسخ بالماكله اللي تناكلو حنا، بالتوتر ديالنا، بالستريس اللي هضرنا عليه، تتوسخ كذلك بالتلوث، تتوسخ بعض الاكل اللي تناكلو، وفي نفس الوقت تتزيد توسخ حيت ما تنقيوهاش. دونك ملي تنهضرو على واحد الدار، تتوسخ لاننا ما تنقيوهاش، هذه الاولى، وتتوسخ كذلك الا دخلنا بالغيس ولا دخلنا السرج المحلول والغبره داخله الى اخره، نفس الشيء. غنزيد نبسط اكثر. إلا عندي هاد البلاصة هادي موسخة وبغيت نقيها باش غنبدا، شنو غندير؟ بغيت نسيق، كبيت الماء هنا، كبيت الصابون، داكشي إلى آخره. كراطة. كراطة، الله يرضي عليك. الكراطة شنو الهدف ديالها؟ شنو الهدف في الكراطة؟ لا بريسيون، تندفع باش نخرج. من بعد ملي تتسالي الكراطة شنو تديرو؟ الله يرحم الوالدين. جفاف شنو الهدف ديالو؟ كيفاش ينشف؟ الى بصوم داكوغ. دونك كاين دو ميكانيزم باش يمكن ننقي. هاد لي دو ميكانيزم هما اكزاكتومون اللي تيوقع على مستوى الامعاء ديالنا. شكون اللي تيقوم بهاد الدور باش نقيو الامعاء؟ تيخصنا واحد الماده اللي هي مهمه وبزاف. وصدقوني الا قلت لكم قسما بالله جيتي تري كونتون فاش دخل هذا لو برودوي اللي الناس اللي تيقراو شي شويه على التغذيه يدخلوا للانترنت ويكتبوا فيبر اليمونتير بالعربيه الياف غذائيه ولا الالياف الغذائيه، وغتشوفوا شحال ديال الدراسات دارت على الدور ديال هذه الالياف الغذائيه وهذه لي فيبر اليمونتير. اشنو هو الدور ديالها؟ هاد الالياف الغذائيه اشنو تدير؟ هاد الالياف الغذائيه الا ما خديناهاش المشكل الاول اللي تيوقع لنا هو القبض، لا كونستيباسيون. لان هاد الالياف الغذائيه ما تتبقاش في الجسم، تتخرج كلها اعزكم الله في الخروج ديالها. اشنو الدور ديال هاد الالياف؟ الدور ديالها اولا هو تنقيه الامعاء، المسار ديالنا تتنقيو من هاد الالياف الغذائيه. النقطة الثانية والضرورية ديال هاد الألياف أنها تتلصق إلى بصوم الشحمة والسكر اللي زايد وتتخرجو على برا. يعني هاد الألياف الغذائية الدور ديال هاد الألياف تقي من سرطانات الجهاز الهضمي، تخفض من نسبة الكوليسترول، تخفض من نسبة ثلاثي الجليسيريد، وتساعد على إنقاص الوزن. هاد الألياف الغذائية هاد الفيبر
هاد لي فيبر هاد هاد البواطه هادي فيها 30 ساشي ما عرفتش واش ديجا استعملتهم ولا مازال 30 ساشي كل ساشي فيه 6.1 غرام وهذيك 6.1 غرام فيها 5 غرام ديال لي فيبر الاحتياجات ديالنا من لي فيبر اليمونتير ولا من هاد الالياف هي 30 غرام في اليوم ما بين 25 حتى 30 يعني الا خديتي جوج في النهار جبتي تقريبا 10 على 30 ديال الالياف الغذائيه 20 غرام اللي تتبقى تنجيبوها من الخضار تنجيبوها من الفواكه تنجيبوها من النخاله تنجيبوها من الخبز ديال الشعير تنجيبوها من العدس تنجيبوها من التمر تنجيبوها من اللوز الى اخره تفهمين وبالتالي فهاد لي فيبر اليمونتير مهمين بزاف بالنسبه للهضم ديالنا الناس اللي عندهم مشكل في المعده كاين مثلا ملي تياكل العدس تتخلق ليه مشكل راه ماشي العدس اللي خلقت ليه المشكل حيت خصنا نتفاهموا على واحد المساله الا كاين شي غذاء غيخلق لك مشكل غيخلقو لك من الاول مثلا الناس اللي عندهم حساسيه ديال الجلوتين تيديروها منذ الصغار ما تيتقبلوش الجلوتين او عندهم حساسيه ديال الفريز او عندهم حساسيه ديال البيض او عندهم حساسيه ديال الحوت داكوغ فملي تيجيو نهضروا على هاد الحساسيه ولا هاد باردون تيجيو نهضروا على هاد الالياف الغذائيه ان الجسم واحد الوقيته ما تيبقاش قادر يتقبلها علاش ما تيبقاش قادر يتقبلها حيت تالما هلكنا الجسم الجهاز الهضمي ديالنا باش هادي النقطه الاولى هلكنا الجهاز الهضمي ديالنا بالماكله بلا وقت وهذه بين قوسين غنعاود نرجع لها من بعد تولي الجسم بعض الانزيمات ما بقاتش خدامه وبالتالي ملي تدخل هذيك الماكله ما تتبقاش تهضم وتتخلق مشكل ديال الانتفاخ وتتخلق لك غازات وتجي حنا تنقولوا لفتي ديال لي غاز ولي شوتي ديال لي غاز وما عرفت الخياطي ديال لي غاز في حين ما كاين حتى شي غذاء في الطبيعه اللي تيدير لي غاز لا يوجد في الطبيعه اي غذاء طبيعي يحتوي على غازات ما كاينش نتحدى شي واحد يعطيني شي غذاء طبيعي يحتوي على غازات لا يوجد